السلام عليكم بنات، السلام عليكم حلو ديالي، كيف نتوما؟ مزيانين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم فيتما ايتما، تناتي مليح ان شاء الله، مسكتي مسعدي مستنيك مليح، تناتي مليح ان شاء الله. البنات انا شاركت معكم واحد الجيبه خدمتها، واحد المعلم ولقيته تحت التحيط وطرز على اليدين وصافي، طرز هذا الفاسي خفيف كانت مزيانة الصراحة، بصحة المولاتة بعقيدة حتى لتحت وقريضة كما كتشوف هاد الطرز الفاسي يجي مزيون، خاصة المولاتة خاصة خفيفة مخاصهاش داكشي بزاف، خاصة غير على اليدين وصافي. وكولور أخضر، أخضر داك الخضر لي مشا بحال الصفار بحال، وعملت معاهم هذاك كولور مطاط كيظهر هيداك ما كيبانش مزيان في التصوير وصافي مطاط جات مزيونه. ايوا انا غنشارك معكم الجلبه، رجعنا للمجال رجعنا للخدمه الخياطه. ايوا صافي فوقاش ما خدمت شي حاجه غنشارك معكم البنات، صح حتى المولات انا غنشارك معكم حتى واحد القطن، ولكن دابا عمرت غير الجلابه وصافي، غنشارك معهم غير الجلابه حيت المعلم خدمه قوية اخرى خدمتها بالرمضة، غنشارك معكم وكنتمنى تعجبكم البنات وكنتمنى التشجيعات ديالكم. يا ربي يا ربي ربي الحبيبي يعاونني ان شاء الله. اي والله يعاونكم البنات، الله يسهل عليكم، ما تنساوش اللايك البنات، لايك 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 البنات والاشتراك في القناة، الاشتراك ضروري البنات.